انت ملاحظ هسه من نقرا القران الكريم الكثير من الامه عندما يختتم القران شي يقول صدق الله العظيم، مو شي اذا واحد يقول صدق الله العلي العظيم ينتسى اثنين ثلاثه عمي كفينا شر الطائفيه، لا تصير طائفي لا تصير متطرف، قول صدق الله العظيم. ادري وانا مطلعها من جيبي عمي ايه الكرسي ايه 255 من سوره البقره، الآية الكرسي يقول عنها السيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه يقول نزلت هبطت من بطنان العرش وشيعها قبيل من الملائكة، حتى بعض الملائكة قالوا لا إلهي دول ما يستحقوها، قالوا لا الله تبارك وتعالى يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة ما يست... فنزلت الآية مسك الختام بيها وهو العلي العظيم. بعدين أنا أسألكم أنتم كلكم ناس الحمد لله من المتواصلين إن شاء الله المواظبين على قراءة القرآن على أقل تقدير في أيام شهر رمضان المبارك بالأيام الشعبانية، أرجوك هم تتذكر صفة لله، صفة نزلت بالمفرد، بل أعطيني آية فد يوم قالت وهو الحكيم وخلصت، مو أكو فد يوم وهو العزيز وهو الرحيم، هم شفت فد يوم آية لو كله بالثنائي، مو العزيز الرحيم العزيز الحكيم الودود الغفور، لازم ثنائية مثل ما بالآية وهو العلي العظيم. أنا أقول صدق الله العظيم ليش بالمفرد هالعناد وهي القرآن، لأنه العلي بها اسم عين لامية، وهذا يغص يصير هنا بلعومة فتشي مشكلة يعني ضايق من الاسم، فلذلك يقول صدق الله العظيم. وتشوفني أنا أتنزل عن حقي مع مصاديق القرآن وياي الروايات كلها وياي المستفيضة، وأتنزل عن حقي حتى لا يزعل المنحرف، لا يزعل يطب رأسه بالطوفة شو أسوي له يعني، ما عندي شيء غلط. الله سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم، أنا أقول صدق الله العلي العظيم. إيش جابها العلي بن أبي طالب؟ إيش جابها للشرك؟ لكن حسد إلى حقد وخسة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك، فها لهم أن عاد سعيهم هو المدفون وتوهموا أن يغرقوك بحقدهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. هذه الإرادات الشريرة حاربت علي بن أبي طالب بكل شيء حتى بالإسم.